إلى الحديدة الآن، حيث حملة تهجير حوثية جديدة لسكان قرى في الجبلية والفازة جنوبي المحافظة التابعتين لمديرية التحيتة رافقها أعمال سطو ونهب لممتلكات السكان. مصادر محلية قالت إن الميليشيا المتمركزة في منطقتي الجبلية والفازة منذ إخلاء القوات المشتركة مواقعها من نطاق اتفاق ستوكهولم عاودت إجبار أهل القرى القريبة من الساحل على مغادرة قراهم إلى مخيمات أقامتها لهم المنظمات. رافق ذلك دفع ميليشيا الحوثي بأعداد كبيرة من عناصرها لحفر أنفاق وسط المزارع تمتد بعضها صوب البحر ضمن تحركاتها على الشريط الساحلي، وفي إطار مخططاتها لتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر تنفيذا للأجندة الإيرانية. وأطالت الانتهاكات الحوثية القرى المحررة مؤخرا في مديريات حيس جنوبي الحديدة، حيث أجبرت الميليشيا السكان في تلك المناطق على العودة إلى مخيمات النازحين. تزامن ذلك مع قصف شنته الميليشيا بقذائف الهون والأسلحة الرشاشة على عدد من مناطق جنوبي مديريتي الجراح وجبل راس في محافظة الحديدة وغربي مقبنة في محافظة تحس. إذن ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف ناطق باسم منظمة رايتس رادار وديع عطا. مرحبا بك سيد وديع. إذن هناك يعني الميليشيا الحوثي تواصل حملات التهجير القسرية لسكان في ثلاث مديريات بالحديدة، هي التحيتة والجراحي وحيس وكذلك جبل راس. ما هي أبرز التطورات فيما يخص حملات التهجير الممنهجة من قبل الميليشيا الحوثية على أبناء محافظة الحديدة وخاصة في المديريات التي تم ذكرها؟ أهلا وسهلا بكم، تحية لكم ولجمهوركم الكريم. أهلا بك. الحقيقة بأنه يعني هناك تكثيف من جماعة الحوثي المسلحة في مسألة يعني التضييق على المواطنين والمدنيين في القرى السكنية المساخمة لخطوط النار، وهذا يعني يعزز أيضا القول بأن هناك من يستغل، بل أن الحوثيين يستغلون مسألة التراخي الدولي في مسألة الحد من انتهاكاتهم بحق المدنيين ورفضهم من طرف واحد عدم تمديد الهدنة التي ينادي المجتمع الدولي بتمديدها ويفترض أن يستفيد منها المدنيين. اليوم هناك معاناة من قبل القرى سواء الغربية يعني أقصى الجنوب الغربي وأقصى الجنوب الشرقي كذلك من محافظة الحديدة، نتحدث عن القرى الأطراف من مديرية حيس شرقا نعم. إلى القرى كذلك الريفية الساحلية من مديرية التحيتة، وهذه المناطق غالبا تريد ميليشيا الحوثي بأن تجعل منها مواقع عسكرية والتمركز فيها لكي تعزز من تواجدها هناك، بل أكثر من ذلك أن حفرت الخنادق نعم. وعملت كذلك على حفر خنادق كبيرة يعني ملأتها بالماء غمرتها بالماء حتى يعني تحسبا لأي مداهمة عسكرية أو تحرك عسكري من قبل القوات المشتركة المقابلة لها في تلك المناطق. نعم سيد وديع، ما أهمية تلك المناطق أو المديريات التي تقوم الميليشيا الحوثية بتهجير المدنيين منها؟ يعني هل هناك أهمية عسكرية لهذه المديريات التي تقوم الميليشيا الحوثية بتهجير المدنيين منها مثلا؟ الأهمية يعني هي فقط عسكرية، لأنهم نعم. في الأخير أصبحت هي مناطق تماس عسكري من مصلحة ميليشيا الحوثي بأن تتمركز فيها، لكن للأسف من يدفع ثمن هذا التمركز هم المدنيون الذين على الأقل يعني دفعوا ثمن ما كان يسمى بالانسحاب المفاجئ أو انسحاب أو إعادة التموضع من قبل القوات المشتركة. نعم. اليوم المدنيون هم يعني في قراهم أشبه ما يكونون في سجون مفتوحة أيضا، بل وبعض القرى وبعض البيوت يطلب منهم الخروج قسريا من بيوتهم والانتقال إلى مناطق تحددها لهم ميليشيا الحوثية، أصبحت تتاجر بمعاناتهم الإنسانية وتجبر بعض الناس على أن يتركوا حتى مزارعهم المعمورة أيضا لكي تحفر فيها المتارس والخنادق وتتمركز فيها. نحن نتمنى بأن يعني البعثة الأممية في الحديدة بأن تزور هذه المناطق وأن تطلع على معاناة الناس حقيقة يعني، وأن ترفع بمثل هذه المعلومات الحساسة والمهمة أيضا للجهات المعنية على المستوى الدولي والمجتمع الدولي أيضا ليطلعوا على حجم الانتهاكات. هناك أيضا في القرى في أقصى الجنوب الشرقي من مديرية حيس هناك قرى أيضا اليوم أصبحت لا تصلها حتى المساعدات الإيوائية والإغاثية، وهم اليوم عرضة للقنص والقصف بمختلف القذائف سواء الصاروخية أو حتى القناصة، وهم اليوم في حالة شبه عزلة تامة سواء إعلاميا أو حقوقيا نظرا لتعذر الوصول إليهم وتغطية يعني الواقع الذي يعيشه ومعاناتهم.
نعم سيد وديع، هل تعتقد أن الميليشيا الحوثية يعني ستقوم بحملات كذلك في مناطق أخرى لتوسع من عملياتها في حملات التهجير هناك في مدينة الحديدة؟ نعم، حتى على مستوى مناطق سيطرتها، يعني حتى في مناطق شرق مديرية بيت الفقيه، وفي مناطق أيضا ريفية تتبع مديرية المراوعة شرق المحافظة، هناك أيضا حملات عسكرية تضيق على المواطنين أيضا، وتستمر في مسألة إخراج الناس من أراضيهم ومن بيوتهم ومصادرة المزارع والأراضي الزراعية الكبيرة أيضا لمصلحة قيادات من ميليشيا الحوثي أيضا، وفي إطار ما يسمى استعادة ما يسموه أموال الدولة، وهي تاريخيا أصلا أموال وأملاك أبناء هذه المناطق، لكن الحكم الإمامي هو الذي صادرها وأممها مناطق دولة، واستمر بعضها كأراضي الدولة حتى في العهود التالية، يعني عهد الإرياني والحمدي وعفاش وحتى اليوم. يعني وبالتالي اليوم يعني سكان القرى الريفية سواء جنوبا أو غربا وفي المناطق الشرقية من محافظات الحديدة بحاجة إلى وقوف حقوقي يعني فعلي من قبل وسائل الإعلام، من قبل المنظمات الحقوقية، وقبل ذلك أيضا البعثة الأممية التي لا نعرف ما هي مهمتها الرئيسية، يعني إذا لم تكن المهمة هي فقط استلام المخصصات واستلام الرواتب والاكتفاء بالتفرد على مثل هذه الانتهاكات المستمرة بحق المواطنين، ولعل أسوأها هي الألغام التي تفتك بحياة المواطنين والأبرياء بشكل يومي. نعم سيد وديع، هناك معلومات تتحدث عن قصف الميليشيا الحوثية للمناطق السكنية على الأهالي وكذلك المدنيين في مناطق حيس وكذلك أيضا جبل راس لإجبار السكان على النزوح وإجبارهم كذلك على الخروج من مناطقهم، هل من معلومات أكثر حول هذا الموضوع لديك؟ نعم صحيح، أنا وصلتنا بعض البلاغات يعني من بعض الأهالي في قرى العنب وقرى يعني المحرق التي هي تابعة لمديرية حيس، وهي قرى تماس ما بين شمير وحيس شرقا، وكذلك قرى تابعة يعني قرى تماس أيضا تقع ما بين جبل راس وحيس أيضا. هذه المناطق اليوم أصبحت هي مناطق ملتهبة نظرا لتواجد القوات العسكرية سواء للطرفين، سواء للميليشيا الحوثي أو القوات المشتركة. نعم. وبين هذين الخطين هناك قرى أيضا واقعة في خط النار، لا يستطيع أهلها الخروج منها إلا حينما تنتصف شمس النهار تقريبا، حتى يكونوا واضحين للطرفين بأنهم هم الأهالي الذين يريدون أن يقضوا بعض أغراضهم ويجلبون بعض المواد الغذائية، لكن في المحصل وفي المجمل هناك معاناة إنسانية حقيقية تعيشها هذه القرى، قرى الأطراف وقرى خطوط النار، وبحاجة إلى نزول إعلامي وتضامن حقوقي من قبل كافة الناشطين. نعم، ماذا عن أوضاع المهجرين قسريا؟ هل ثمت معلومات حول أعدادهم وكذلك المناطق التي ينزحون إليها؟ واقع الحال بأن هناك آلاف الأسر، يعني حتى الآن لم تصل إليهم الإغاثة سواء الإيوائية أو حتى الغذائية، ناهيك عن ما يحتاجونه اليوم في فصل الشتاء بسبب البرد القارس الذي اليوم يطال كل الناس، وغالبا بيوت الناس في تلك المناطق هي من العشش أو حتى من الطرابيل يعني البلاستيكية أو القماشية التي لا تقيهم يعني زمهرير البرد. وبالتالي نحن أمام معاناة حقيقية مستمرة، يعني ليس فقط بسبب التهجير المؤقت الذي تقوم به ميليشيا الحوثي الآن، بل أن كثرة النازحين اليوم تجعل السلطات المحلية في هذه المديريات عاجزة عن مواجهة هذا الاحتياج. نعم. وتحمل المنظمات المتواجدة في هذه المناطق مسؤولية إنسانية وأخلاقية كبيرة أيضا للوفاء بتعهداتها وعدم الاكتفاء بتوثيق وتسجيل أسماء هؤلاء الناس فقط، والاكتفاء بمجرد التدوين لا أكثر. نعم، وضحت الصورة. ناطقة باسم منظمة رايتس رادار سيد وديع عطا، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.